بسم الله الرحمن الرحيم الزملاء الأعزاء أهلا بكم في كورس الـ PMP أو Project Management Professional. إن شاء الله في الكورس ده مع بعض هندرس شهادة الـ PMP، الشهادة المعروفة الخاصة بإدارة المشاريع. قبل ما نعرف الشهادة خلينا نبدأ بنقول الـ PMI أو الـ Project Management Institute هو معهد إدارة المشاريع، معهد موجود في الولايات المتحدة وفروعه في جميع أنحاء العالم. أصدر مجموعة من الستاندردز الخاصة بإدارة المشاريع سواء للمشاريع أو للبرامج أو للبورتفوليوز، زي ما هنعرف بعد كده إيه هي البرامج والحقائب أو البورتفوليوز. والمعهد ده بدأ سنة 1969، أنشئ، وبعد كده بدأ إن هو يكون عامل مجموعة من الستاندردز والشهادات الخاصة بإدارة المشاريع. من ضمن الشهادات شهادة الـ PMP أو الـ Project Management Professional. الشهادة أصبحت تقريبا رقم واحد في مجال إدارة المشاريع، نظرا لأن هي حظيت يعني بقبول كتير من الناس المختصة بإدارة المشاريع، بسبب أن هي بتحاول تجمع مجموعة كبيرة من التولز والتكنيكس وبتحط البروسيسز الرئيسية أو العمليات اللي من خلالها نقدر ندير المشروع بشكل احترافي زي ما نعرف خلال المنهج. الشهادة بقت واحدة من الشهادات الرئيسية جدا لكل اللي شغال في مجال المشاريع بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. بشكل مباشر يعني بيمارس إدارة المشاريع بنفسه، إدارة المشاريع بالعلوم الخاصة بها زي علوم السكوب أو النطاق المشروع، علوم التايم الخاص بزمن المشروع وإدارته، إدارة التكاليف، إدارة الجودة، إدارة الموارد البشرية اللي شغالة معانا في المشروع أو الموارد عموما الخاصة بالمشروع، إدارة المخاطر، إدارة الاتصالات، إدارة البروكيورمنت أو التعاقدات والمشتريات، إدارة الستيك هولدرز أو المعنيين بالمشروع، زي ما هنعرف ده بالتفصيل خلال الدراسة بتاعتنا. في البداية قبل ما نبدأ كده في الموضوع حابب ان انا اقول لكم على الريكومندد بلان او الجدول الزمني المناسب مثلا للدراسة، لعل ان هو يكون استرشادي لبعض الناس. يعني لقينا ان متوسط الناس ان هم بيخلصوا الموضوع في حوالي 6 شهور. الست شهور دول بيكون مثلا منهم 3 شهور دراسة الكتاب، وبعد كده شهر ونص عملية مراجعة أولى، وثلاث أسابيع مراجعة تانية، وبقية المدة بتكون حل امتحانات. والمراجعة الأولى والمراجعة التانية بيكون معهم حل أسئلة بس، مثلا شابتر بشابتر أو بروسيس جروب بروسيس جروب، زي ما هنعرف بعد كده إيه هي البروسيس جروب. والخطة دي لقيناها ان هي ممكن ان هي تتضغط لبعض الناس، كل واحد على حسب الوقت المتاح بالنسبة له. ممكن حد يخلص الموضوع في 2 أو 3، وان كان يعني 2 ده قليل قوي، لكن 3 ممكن رقم معقول او مقبول، وبعض الناس يعني خلصت في 3 بسهولة، وبعض الناس بتوصل لسنة. كل واحد على حسب الوقت المتاح بالنسبة له، الالتزامات اللي عنده سواء الحياة الشخصية او الحياة العملية. شيء طبيعي ان الموضوع بيختلف من شخص لاخر. الكورس بتاعنا هيكون بيغطي عملية المذاكرة اللي هي العملية الرئيسية، مش عمليات المراجعة ولا حل الأسئلة. ممكن هيبقى في حل أسئلة على كل شابتر، لكن مجموعة بسيطة، مش ده الكم الكبير اللي احنا عايزين نحله. الهدف من الكورس نفسه ان احنا نقرأ الكتاب. اول ما بدأنا قبل كده في الفيرجن اللي فات او في الاصدار اللي فات، كان الاصدار الخامس، كان في 2015، ولقينا يعني ان معظم الناس مش مستجيبة بشكل كبير، فكنا بنحاول ان احنا نعمل مجموعة فيديوز صغيرة عبارة عن فيديو مثلا 5 دقايق 10 دقايق بالكتير عشان الناس ما تملش، لقينا الناس يعني بتمل بشكل سريع من العلم. مع الوقت بدأنا نحس ان لا، في اختلافات يعني بشكل كبير واضحة، يعني ان لا، عدد كبير بقى مقبل على ان هو يقعد يسمع ويقعد يذاكر، وبقى في يعني طقطان اعلى من الاول، ان الناس حابة ان هي تتعلم وحابة ان هي تذاكر وحابة ان هي تقرأ وتقضي وقت اكبر في الموضوع. وعشان كده كان الفكرة بتاعت الكورس بتاعنا ان احنا المرة دي نحاول نشتغل بشكل مكثف او بشكل مفصل اكتر يعني من الشكل الاول. الشكل المفصل اقصد بيه ان انا هشتغل من الكتاب نفسه، مش من ماتيريال، مش من مجموعة من السلايدز. ده نظرا لان كتير من السلايدز موجودة، يعني كتير من الكورسات مغطية موضوع السلايدز او الملخصات او الشرائح، وموجودة ونقدر ان احنا نوصل لها سواء بكورسز او من المواقع مثلا على الانترنت، موجود الموضوع بشكل سهل. دايما كنا بنقول للناس
ان ما تعتمدش فقط على السلايدز، حتى بتاعتنا اللي احنا كنا بنقدمها ما تعتمدش فقط على السلايدز، اهم شيء الكتاب البين بوك جايد، الكتاب نفسه هو ده اهم شيء، لان هو فيه النولج نفسها او العلم نفسه. واحيان كتير في اسئله بتيجي ما بين السطور نفسها من السطور بتاعه البين بوك وما بتكونش متغطيه في السلايدز. فكنا بنقول للناس دايما السلايدز هي بتفتح لك الموضوع، لكن الاساس بالنسبه لك الكتاب. لو حسيت ان انت مش قادر تمشي في الكتاب، في كتب مساعدة زي ريتا او غيره، ممكن ان انت تاخد كتب من الكتب المساعدة باعتبار ان هي طريقة الشرح بتاعها ممكن نقول في فن شوية، او في يعني ايه، في كلام وشرح وامثلة بحيث ان هو يحاول انه يسهل. لكن كنا بنوصي طبعا بعد حتى مذاكرة ريتا يفضل ان الشخص يقرأ او الدارس يقرأ البين بوك جايد، الكتاب الرئيسي. في الكورس ده قلنا خلينا نحاول ان احنا نشتغل بطريقة مختلفة باعتبار ان احنا نحاول نغطي الجاب اللي موجودة في موضوع الكتاب. فان شاء الله هنشتغل مع بعض من الكتاب نفسه، هيبقى كل واحد فينا شاري الكتاب، او اللي مشترك في الـ PMI مثلا بيقدر ان هو يعمله داونلود بشكل فري من خلال اشتراكه او من خلال عضويته، ونبدأ ان احنا ناخد صفحة صفحة سيكشن سيكشن، ونبدأ ان احنا نشرح الحاجات الصعبة سواء بأمثلة نظرية او بأمثلة عملية على حسب الاحتياج وقتها. فبالتالي ممكن نقول ان الميثودولوجي بتاعتنا ان احنا نشتغل شابتر بشابتر، وهنغطي الكتاب وهنشتغل من الكتاب نفسه، هنبين حاجات مثلا اللي فيها الامثله لو محتاجين مثلا مثال توضيحي، زي حاجات مثلا التايم سكيدجولز او الايرن فاليو، الحاجات دي هنشرحها وهنوضحها بامثله عمليه بحيث ان هي تثبت في اذهاننا بشكل كويس. لكن الاساس بالنسبه لنا الكتاب، كتاب البين بوك جايد او الكتاب الرئيسي اللي اصدره اداره المشروعات، معهد اداره المشاريع، عشان يكون جايد للشهاده دي او جايد للستاندرد بتاع البروجكت مانجمنت بادي اوف نوليدج، عشان الناس تقدر ان هي تذاكر منه لاجتياز الشهاده او اجتياز الامتحان، ويكون مرجع بالنسبه لنا في علوم اداره المشاريع باستمرار. مطلوب مننا ان احنا هنسمع الفيديو مثلا، وهنبدأ بعد سماع الفيديو هنبدأ ان احنا ندخل على الكتاب ونشوف عدد الصفحات، مثلا 4-5 صفحات اللي اتشرحوا في الفيديو ده، ونبدأ ان احنا نعدي عليهم ونقراهم بشكل اسرع، وهيبقى سهل علينا بعد الشرح، ونبدأ ان احنا نعمل عملية التلخيص. التلخيص مهم بالنسبة لنا عشان بعد كده لما هنيجي نراجع ما ينفعش نقرأ ال 500 ورقة مرة تانية اللي هم بتوع الكتاب. احنا محتاجين نراجع المراجعة الاولى مثلا في 1.5 شهر، المراجعة التانية في 3 اسابيع. ده معناه ان احنا محتاجين يبقى عندنا الملخص بتاعنا احنا بقى، بعد ما قرينا ولقينا فعلا ان في حاجات احنا عارفينها خلاص مفيش داعي دي ليها دلوقتي مثلا، لان دي انا عارفها وبمارسها باستمرار، وفي حاجات تانية انا مش عارفها، وفي حاجات حسيت ان هي عارفها بس هي تريك وانا محتاج ان انا اسجلها لان انا محتاج ارجع لها تاني. فبالتالي الحاجات دي كلها جمعتها في شكل ملخص. الملخص ممكن يكون افضل طريقة يعني ان انا الخص بنفسي في كراسة كده تكون شكلها كويس وتكون تحمليتها عالية بحيث ان هي تفضل معايا على طول وتكون مشجعاني على ان انا ذاكر فيها، وابدأ ان انا انظمها بشكل كويس واخد فيها نوتس او اخد فيها التلخيص بتاعي. الطريقة اللي بعديها الاسهل شوية ان انا ممكن اعمل هايلايت او اندرلاين في الكتاب نفسه. سواء عملت دي او عملت دي، الافضل طبعا موضوع التلخيص في كراسة خارجية، ولو ما قدرتش يبقى بالهايلايت او الاندرلاين، عشان لما اجي اراجع بعد كده في وقت المراجعة ما ارجعش اقرا الكتاب بالكامل، انا هقرا بس الحاجات اللي انا فعلا محتاج اعدي عليها تاني. ده لان الحاجة او المعلومة عشان تثبت في عقل الانسان بتحتاج في المتوسط 3 مرات قراية. بعض الناس ممكن تثبت من مرتين مرة، بس ده مش المعتاد، المعتاد ان هي 3 مرات، وعشان كده بنقول يفضل ان يبقى فيه مذاكرة ومراجعة اولى ومراجعة تانية. فبالنسبة لنا يعتبر موضوع السمرايزنج او التلخيص ده عنصر رئيسي، هو اللي بيثبت المعلومة في دماغي، خاصة لما بنقلها مثلا في كراسة بتثبت اكتر كمان. دي كده بالنسبة لطريقة المذاكرة بتاعتنا. بالنسبة للشهادة ليها eligibility او ليها شروط عشان اقدم على اجتياز الامتحان. بالنسبة للناس اللي معاهم باتشلور او بكالوريوس، ده او اللي هو دراسة 4 سنين يعني، ده ممكن ان هو يبقى معاه خبرة 3 سنوات بالإضافة للكورس اللي هو ممكن نقول شهادة في إدارة المشاريع 35 ساعة 35 contact hours. الشهادة بال 35 ساعة ممكن هتبقى من الكورس أو من أي دراسات تانية في إدارة المشروعات
المعهد بيقبل الشكل ده، سواء شهادة أو عدة شهادات مجموعهم يكون 35 ساعة. يبقى الثلاث سنوات مع البكالوريوس وال 35 ساعة الكونتاكت أورز أو الكورس الخاص بإدارة المشاريع أو الكورسات الخاصة بإدارة المشروعات. بالنسبة اللي معهوش باتشلور أو معهوش بكالوريوس ومعاه دراسة مثلا سنوية أو كده، ده ممكن هو يقدم، بس بيختلف عدد السنوات الخبرة، بيكون 5 سنوات مطلوبين، يكون قضى 5 سنوات خبرة بالإضافة برضو لل 35 كونتاكت أورز الخاصين بالشهادات إدارة المشروعات أو دراسات في إدارة المشروعات. طبعا أسهل شيء لموضوع الشهادة هو الكورس بتاع البي ام بي نفسه، شهادة الكورس نفسها بتبقى هي الوسيلة المعروفة والمتداولة واللي يعني معظم الناس بتستخدمها، لأن هي بتبقى خلاص بتدي الـ 35 أورز بشكل سريع. الكورس بتاعنا بإذن الله هتلاقوه متقسم بنفس طريقة الكتاب، بنفس الشابترز بتاعته أو حتى مجموعة السكشنز الداخلية جوه كل شابتر، عشان ما نتوهش وعشان نقدر إن احنا نتابع بشكل كويس مع مجموعة بسيطة من الأسئلة في نهاية كل شابتر، عشان تبين فعلا إن احنا عملنا عملية التحصيل بشكل معقول، عشان نعدي على الكلام ده ونكون عملية المذاكرة الأولى اللي هي بنقول عليها تقريبا 3 شهور، ممكن تختلف من شخص لآخر. الثلاث شهور دول يعني نصيحتي مثلا ان احنا لو هنشتغل شابتر بشابتر يبقى شابتر كل اسبوع مثلا، باعتبار ان هو ده بيست براكتس، ناس كتير اشتغلت بالطريقة دي ولقيت ان هو مجدي. لكن لو واحد عنده سعة في الوقت ممكن ياخد 2 شابترز بير ويك مثلا، او على حسب كل واحد والوقت الفاضي بالنسبة له، لكن يعني كبيست براكتس وكعملية تنظيمية ان يبقى كل اسبوع معانا واحد من الشابترز بتوعنا، وبنشوف الفيديوز وبعد كده نعمل عملية تلخيص ونحل الاسئلة. واحد من الاسئلة المعروفة والشهيرة اللي بتيجي دايما بعد ما قريت مثلا الثلاث اربع شباتر الاولى، بدأت مثلا ان انا احس ان انا ناسي القديم، فانا هقف وارجع راجع القديم. لا، لو سمحت ما تعملش كده خالص، لو سمحت كمل عادي، شيء طبيعي وكلنا مرينا بالمشكلة ديت. لما هتيجي في عملية المراجعة ان شاء الله هتفتكر بسهولة جدا، ما تقلقش، بس ما توقفش، لان عملية الوقوف دي والرجوع من الاول بتعمل مشكلة لكتير من الناس وبتخليهم يزهقوا بعد كده من الشهادة خالص وما يمتحنوش. ده بسبب ان هو بيذاكر اول 4 شابترز مثلا ويحس ان الموضوع كان تقيل ويرجع يذاكر من الاول تاني، وبعد كده يحس برضو في الشابتر الرابع او الخامس ان هو الموضوع لا كان تقيل فيقف فترة وبعد كده يرجع مرة تانية. عملية اللوب اللي بيدخل فيها دي بتخليه يزهق من الموضوع وييأس وخلاص يكبر دماغه من الموضوع. فنصيحة، لو انت وقفت مثلا فترة بسيطة اثناء المذاكرة او حسيت ان انت ناسي القديم، كمل زي ما انت، اهم حاجة تخلص سايكل 1 دي وتنتهي منها عشان تبدأ ترجع بعد كده. لسه في 2 سايكلز ان شاء الله على حسب كل واحد يعني ومدى احتياجه، هنرجع نراجع فيهم الحاجات دي كلها مرة تانية. قبل ما ننهي الفيديو بتاعنا نحب نتكلم بس على خطة العمل بقى بتاعت كل واحد. زي ما قلنا لو احنا هنذاكر بطريقة شابتر بشابتر، فيفضل ان انا اعمل لنفسي زي جدول زمني كده، خطة دراسة، باعتبار ان انا اقول كل اسبوع هذاكر ايه لو انا هشتغل بالطريقة دي، او لو مثلا هاخد 2 شابترز بير ويك ممكن ان انا احط جدول مختلف يكون مكثف شوية. المهم ان يكون عندي جدول زمني او خطة زمنية، عشان هي دي اللي بتعمل التزام، هي دي اللي بتعمل كوميتمنت، وهو ده اللي بيخلي فيه تحقيق للأهداف والإنجازات، إن أنا أبقى عارف إن أنا ورايا حاجة وبعمل كنترول على نفسي وببدأ إن أنا أتابع هل أنا فعلا ملتزم بالخطة دي ولا لا. فضروري يبقى كده إن إحنا نلخص اللي قلناه، إحنا محتاجين إن إحنا يبقى معانا الكتاب عشان نبدأ إن إحنا نذاكر منه بعد ما نتفرج على كل فيديو، ويكون عندنا جدول زمني ماشيين من خلاله عشان فعلا إن إحنا نلزم نفسنا بالجدول ده ونقدر إن إحنا نتابع نفسنا ماشيين صح ولا لا. حتى لو اتأخرنا مثلا شوية ولا حاجة، نبدأ إن إحنا نحاول نعوض اللي اتأخرناه، سواء كان أسبوع مثلا أو أسبوعين، نعوضه ونبدأ إن إحنا نكمل. لكن مهم جدا إن يبقى فيه جدول زمني. قبل ما نختم ضروري نقول ان احنا يعني نحاول نخلص النية بقى في المذاكرة، وان ان شاء الله الموضوع ما يبقاش بس شهادة عشان نركنها على الرف او نعلقها على الحيطة، لا، هي ان شاء الله هنتعلم منها وهنحاول على قد ما نقدر نطبق اللي فيها، سواء طبقنا كله طبقنا جزء منه، علمنا الحاجة ديت لزملائنا الاخرين، نشرنا العلم بحيث ان احنا نبقى فعلا
عندنا النوليدج اللي موجودة عند الناس قادرين ان احنا نتواصل معاهم وتنفعنا سواء كان في الترقي الوظيفي او في التطبيق العملي نفسه يعني. وبالتوفيق ليكم، ومعادنا بإذن الله في الفيديو القادم، نشوفكم على خير.